في مكان قلب الدفاع، يعني مكان جه في لعيبة على مر العصور تألقوا في هذا المكان بصورة كبيرة جدا. المكان ده صعب تلاقي لعيب قوي مميز مهم، كل الأندية بتتصارع على جلب لاعب مهم في قلب الدفاع. نجمنا النهاردة كان مشروع نجم كبير جدا طول عمره في منتخبات الشباب والناشئين، لعب لنادي الزمالك، لعب لإنبي، ولكن صغير السن اعتزل كرة القدم 29 سنة بسبب إصابة قوية جدا جدا أدت إلى قطع يعني كل حاجة، الرباط الصليبي والغضاريف والرباط الداخلي، وكان صعب جدا عودته للملاعب مرة أخرى. ابتعد عن مجال كرة القدم، لعب للزمالك فترة مهمة جدا، كان زملكاوي شديد جدا جدا، اتعلق بيه جمهور نادي الزمالك، اختفى عن الساحة وبيظهر معانا النهاردة في برنامج زملكاوي الكابتن صلاح سليمان لاعب نادي الزمالك وام بي ومنتخب مصر. كابتن صلاح ازاي؟ اهلا بك يا كابتن خالد، وطبعا حاجة كويسة ان انا ابقى موجود وارجع تاني من خلال قناة الزمالك، وده نادي طبعا، وكان لي الشرف ان انا اكون موجود في الفترة دي. حاولت ان انا ارجع بعد ما انت حضرتك اتكلمت في اصابتي، فكان موضوع صعب في حياتي شوية، بعدت شوية عن الكورة، والحمد لله موفقين وان شاء الله نعمل حلقة كويسة ان شاء الله. صلاح قول لي بدايتك بقى، انت بدأت الكورة ازاي؟ انا بدأت كرة كابتن خالد 2001، جيت ناشئين الزمالك مع الكابتن محمد توفيق، كان سيادة المستشار طبعا هو اللي جايبني، انا طبعا من مدغام بلده. لا والله. طبعا بلده. عامل حاجات كويسة طبعا، مش بجامل، وده اكيد الناس عارفة عندنا في مدغام، معروف سيادة المستشار عامل ايه كتير، والدنيا تمام. بدأت كانت جيت 2002 2002 انت جيت ناشئ الزمالك 2001 11 سنة. كنت عندك 11 سنة. 11 سنة يا كابتن. انت مواليد 80؟ مواليد 90. 90 سوري. 90. 90. جيت 2001 11 سنة، يعني كنت من ناشئين الزمالك. ناشئين الزمالك. كان جيلك مين بقى؟ كان في موجود حجاج عبد العظيم. احمد فكري. حسام عرفات. حسام عرفات بيلعب في اسوان دلوقتي. طبعا. بعد كده الظروف كانت صعبة بالنسبة لنا ان انا عايش هنا. رجعت تاني. قعدت قد ايه في الناشئين؟ سنتين بس، لغايه 13 سنه. مشيت طبعا، الظروف ما كانتش صعبه، ما تعرفش تعيش هنا وتروح وترجع الدنيا كانت صعبه شويه في المعيشه. فالحمد لله رجعت تاني على المحله، جربت في المحله وانا 15 سنه، لعبت حوالي سنه ونص. لعبت فريق اول وانا 16 سنه و8 شهور. موجود لعب 2006 في اخر السنه. كان اول ماتش ليا الترسانه، اول دي كان دوري ممتاز. دوري ممتاز مع المحله. ومن خلال الفتره دي لعبت طبعا منتخب البراعم مع كابتن ربيع، بعد كده منتخب الشباب سكوب، وبعد كده كابتن هاني رمزي الاولمبي. ايوه كان ده 2012 منتخب اولمبي مع محمد ابراهيم هو الجيل كان 90 89، كان شويه في الفترة اللي هي منتخب الأولمبي انضم لنا ناس كتير. بداية اللي جا من ال 92 في البداية جه حجازي، جه أيمن أشرف. بعد كده جه عمر جابر ومحمد إبراهيم في الفترة اللي هي بتاع الأولمبياد. ومحمد صلاح. تمام. أنا كنت تاني كابتن بعد معاذ الحناوي والمنتخب ده. صلاح جه بعد كده بقى في الماتشات اللي هي في الآخر. في الآخر بماتش بازل هناك. وماتش تركيا برضو كنا بنلعبهم في تركيا. جه في اخر الفتره دي. بنلعب بطوله العرب 2013 اللي هي قبل الاولمبياد حوالي ب 25 يوم. اتصبت في ماتش العراق، مزق في الاماميه 3 سنتي. ما رحتش المنتخب الاولمبي. كان عندنا بعدها بشهر ماتش الاهلي في الجونه 1-1. في بطوله افريقيا. مع الكابتن حسن ما وافقش ان انا اسافر، بس انا كنت محطوط في القائمه الاحتياطيه ساعتها. انت رحت الزمالك امتى؟ 2010 مع بدايه الكابتن حسن، بس اترشحت في 2009 اترشحت، وبس النادي ما وافقش. قعدت قد ايه في الزمالك بقى؟ قعدت في الزمالك 4 سنين. 4 سنين في الزمالك وماشي شويه. غصب. انا شويه كنت. كانت مفاجاه على فكره رحيلك، انا فاكر الاربعه يا كابتن، الاربعه حضرتك دخلت مع حضرتك مداخله في برنامج حضرتك برضو ساعتها، واتكلمت مع حضرتك ان انا متعود ان انا في النادي من اول ما جيت وانا 20 سنه. بلعب في وسط ناس
اساميهم كبيره، وقدرت ان انا اخش من بدايه ما دخلت نادي الزمالك ان انا العب اساسي. فجاء في اخر سنه بعد ما الكابتن ميدو مسك الفرقه خدنا كاس مصر ب 13 لعيب منهم 5 ناشئين. وكنت تلعب اوباما؟ اه طبعا. دي اخر سنه يعني، السنه بقى اللي انا همشي فيها. ميدو كان حط اللي هم القايمه، كان ماشى 15 16 لعيبه كتير. وبدا بقى يجيب في الفتره دي الكابتن حسام جه، حسام حسن. القايمه الافريقيه كنا 13. وانا قبل ما اجي الزمالك عامل صليبي باربع شهور، فركبتي وجعتني. ما قدرتش العب. شويه الموضوع دخل في ان هو خلاص ان صلاح هيبقى بره ومش هيبقى معايا. عشان مصاب؟ عشان الماتش ده مهم، اتنين ماتشين في افريقيا. وانا فعلا رجليا ما اقدرش العب. كان ماتش مازيمبي في استاد اسكندريه. فاكر الماتش ده؟ 2-1، احمد علي ضيع بنالتي باين. وماتش الهلال السوداني هناك، كابتن اسامه نبيه كان ايام المنتخب مع كابتن شو غريب. اتكلم معايا صلاح انت هتقدر تشارك الماتش الجاي عشان ان شاء الله تبقى موجود. انا كنت عامل كاس مصر كويس جدا. يعني بطريقه كويسه مع احنا حوالي 5 لعيبه من الكبار. عبد الشافي، احمد عيد عبد الملك، ابو جبل، اوباما، عمر جابر. والباقي كله كان صغير. بعد الماتش ده حسام حسن قال لك مش عايز صلاح يمشي من النادي، اتكلم مع سياده المستشار قال له صلاح بيغلط في نادي الزمالك وصلاح صلاح صلاح. سياده المستشار طبعا عارف ازاي صلاح، عمره ما اشتكى هو في النادي. انا كان عقدي في النادي مثلا كل 4 شهور يا كابتن بناخد 70,000. ايام ممدوح عباس. ايوه يا كابتن، الدنيا كانت صعبه. انا واصل لي 1,200,000 في 4 سنين، من 8 مليون جنيه ماشي من النادي. 22 سنه بتنازل من حياتي عن 3,800,000. لا والله العظيم. والله العظيم. وانا كنت قايمه اولى في السنه دي، وسياده المستشار فضل كتير اصبر، عد ماتش السوبر، عد ماتش السوبر وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. مشيت، اختار لي نادي كويس، نادي انبي. نصحني ان انا اروح النادي ده ورحت. ورحت وتألقت في انبي. 5 6 ماتشات كنت في المنتخب تاني، وهو برضو كان يتكلم عليا بطريقه كويسه ان ده انت كنت سبب اساسا المظلومين. كنت احد اسباب فوز الزمالك بالدوري، انت جبت جون عالمي في الاهلي، انتهى اللقاء ده تقريبا 1-1. ايوه كابتن. كان في كان شويه كان عمرو جمال جاب للاهلي تقريبا، كان في امل عندهم شويه. في الفتره دي في البطوله دي كانت يعني فرق حوالي 5 بونت باين للزمالك. كان فاضل 3 ماتشات، فالماتش ده هو اللي خلص. يعني امل راحت خالص. بس كان جون عالمي من احلى اهدافك. الحمد لله. جيبها، جيبوا لي جون. كان جون دبل كيك ده من احلى الاهداف اللي جبتها. طبعا. طب غريبه جدا، كان قعدت قد ايه في انبي بقى؟ قعدت 9 سنين في انبي. يعني 9 سنين في انبي بعد ما مشيت من الزمالك؟ يعني 7 8 سنين تقريبا في انبي. 7 8 سنين. والسنه الاخيره احتياطي عشان اصابه. هو ما تساعدتش والله يا كابتن. ما تساعدتش بصراحه. مع ان انت صلاح، يعني صراحه انا يعني الواحد بيتفرج على المكان ده، لان من افضل اللعيبه اللي جت في المكان ده من فتره كبيره جدا. انت ممكن يكون جزء منك غلط، منك انت ما اهتمتش بالكوره قوي، ولا شايف ان انت اتظلمت؟ انا راضي طبعا عن اللي انا فيه. واكيد كل واحد بيبقى متقدر له حاجات يا كابتن. شويه الاصابات عطلتني كتير من بدايه ما انا ما بدات. انا قبل ما اجي الزمالك زي ما قلت لحضرتك، انا جاي قبلها باربع شهور عامل صليبي. انت عملت كام صليبي في حياتك؟ انا عامل 3. ياه. و5 الغضاريف مرتين 3. بجد والله العظيم. كان موضوع صعب. يعني هي سبب اعتزالك 29 سنه كميه الاصابات. الاصابه الاخيره كابتن هي اللي كانت ايه بقى الاصابه دي؟ وتر الصابونه كان حوالي كله 60% مقطوع، ده المسؤول عن بالانس جسمك كله. وتر الصابونه. والغضروف الداخلي كان كومبليتلي تير برضو، مقطوع كامل. والرباط الداخلي نفس الكلام كله. ايه ده الدخله دي كانت كامل؟ ايه دخلة؟ والصليبي برضو، والصليبي الخلفي مجزوع. ده بجد عملت عمليه؟ عملت 2. فين بقى، في المانيا ولا هنا؟ واحده في المانيا واحده مع الدكتور احمد عبد العزيز. طبعا احسن دكتور في مصر. طبعا. ان شاء الله. ورجعك سليم؟ رجعني كويس، وخسيت من جسمي حوالي 11 كيلو.
بس انت كنت مميز في حاجات شويه، خلاص مش قادر تعمل، صحتك في الالتحامات في المسافات في الجري خلاص قلت شويه، فشفت بقى ان خلاص. بس صدقني كابتني في حاجات كتير تتدارى مع، ممكن مع الخبرات، مع انت لعبت برضو في جيل مع ناس كبيره. يعني الكره المصريه كانت فيها ناس جامده هنا او هنا، اذا كان في نادينا في الزمالك او في النادي التاني، في 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 حاجات كانت تدل ان الكره فيها حاجه كويسه كلاعيبه، اسماء لاعيبه. فشويه الدنيا دلوقتي اختلفت ككوره وسيستم. انت ايه رايك بجد في نظام الكوره دلوقتي صلاح، ونظام الرواتب اللاعبين كسيستم الجون اهو، اهو الجون اهو، اتفضل. ده الجون بتاعك ده، ده كابتن حلواني طبعا، هو مميز في العرضيات. عمرو حلواني طبعا، طبعا. وعبد الله جمعه كان لسه صغير بيلعب ساعتها 18 بدايته. الكره دي انا استلمتها بالتوفيق شويه ان هي وقفت في الهواء فوقيه، وخدت القرار ان انا اعمل باكورد وراحت الحمد لله، ربنا كان موفقني. نرجع تاني، ايه رايك في الكوره والسيستم ورواتب اللعيبه وانتقالات اللعيبه والفلوس اللي بتدفع؟ الراتب يا كابتن هو كل واحد ليه رزقه ونصيبه ايا كان الكميه، حتى لو هي مبالغ فيها هو رزقه، بس على قد ما هو ياخد ينتج، عايز ينتج حاجه في الملعب. انا مش شايف انتاج، مش كتير يعني، بنسبه حوالي 20% من اللعيبه عشان ما اظلمش كتير. وانا كلاعب ممكن احكم زي ما قلت لحضرتك بخبرات ان انا الناس اللي لعبت ضدها. لا، الدنيا مختلفه. مع احترامي اللي بيباصي باصه كويسه، زي ما انت عارف حضرتك السوشيال ميديا بتعمل ايه والطريقه بتتعمل ازاي. وفي لاعيبه كتير لو اتحطت في مواقف صعبه تمثل مصر او في ناديها او ايا كان، مش هيقدروا ينتجوا كويس. ليه؟ ان هو طموحه وعقليته هنا ان هو اخد مثلا المبلغ سيدة، فهو سيستم حياته ان هي تمشي في الشهر او شهرين هصرف المبلغ ده، وبعد كده ما فيش الهدف بتاعه، ما بيتجددش، ثابت. هي الفلوس عيب في كده. وايه رايك، ايه رايك صلاح بجد في كميه تغيير الانتماءات؟ يعني كواحد زملكاوي قوي راح الاهلي، زي واحد كابتني حضرتك اكتر حد عارف بالتفاصيل دي. هو حالا ما فيش خمسه سته في الفريق الثاني زملكاويين. في طبعا عندك، عارف اسامي انت؟ لا، هو مش موضوع اسامي، انا مش لازم نقول يعني، بس انت عارف اسامي. ما فيش خمسه سته مثلا في الناحيه الثانيه، ممكن يبقى بيشجع هنا من بدري. طبعا في، وهو خد طريقه بقى، هو متاكد من ده. اللي زعل ان انت بتبين حبك وانتمائك لحاجه، اصل حب ده في ناس كتير، الجمهور اللي هو الغلبان البسيط بيروح مع الكلام ده، وقلب بيروح في التفاصيل دي. انت بتخدع حاجات كتير. انت كده انسان لما بتخدع وتخون، انت مفكر ان ربنا يوفقك، هيوفقك في فتره معينه، فتره معينه، عشان خدع حاجات كتير في حياتك صعبه. زي انت حياتك كلها مثلا قلب زمالك في تفاصيل امام مثلا. امام زملكاوي. والعظيم زملكاوي. انت ايه ليه؟ بالعظيم امام زملكاوي. ايوه، انت من المحله. انا من المحله طبعا. وهو امام لعب فتره كبيره في المحله. لعب فتره، امام اصغر مني بكتير، 9 سنين بس. التفاصيل ما بيننا كابتن معروفه يعني، في البلد. يعني شويه معروفه. هو اخذ طريق صعب. غلط صغير. لا بس هو يعني عادي ان انت تنتقل للاهلي، عادي ان انت بتلعب في الزمالك، مفيش مشكله عادي. كابتن انا بقول بس فكره الطريقة. اللي هو بيعمله بيغني للزمالك. ايوه كابتن، طب ما خلاص ومشيت، انت غنيت، ما انا بقول لحضرتك انت مش هتبقى موفق في تفاصيل في حياتك بعد كده. انت خنت. ممكن الناس اللي هي لعيبه الكوره، الكوميونتي اللي هي بتاع الكوره، فاهم امام بيعمل اللقطه في موضوع، مع احترامي يعني لحسين، في موضوع حسين. هو السوشيال ميديا لو ما كانش جاي على اللعيب بتاع بيراميدز، حسين كان يعمل معاه اللقطه اللي فاتت يا كابتن. يعني كتفاصيل حسين عمل ايه؟ فكره كله ان انا اخد شو معين في اتجاه ان اللعيب ده عامل مشاكل معانا في تفاصيل معينه، فخلاص انا باللقطه دي هقدر اخش شو. لا، ده قلبت. ده تقلب عكس. فحاجات من دي بتغير يعني تفاصيل اللعبه كابتن، بتركز في التفاصيل ده قوي، يرضي السوشيال ميديا والجمهور فعلا. بس
بصراحه وده بيجيب بس. له فلوس. طبعا. طبعا. طول ما هو موجود طول طبعا. ما هو الاسم بس انا شفت بيتقال. كذا الاسم بيتقال كاركتر معينه الكابتن بيتشاف بالكاركتر ان هو اجريسيف او مقفول ووشه كذا، يروح مثلا في مكان معين اتحط في سيتويشن هو كان بيلعب في نادي اقل، الوش يبقى زايد اكتر عشان برضه فاهم. طب عايز صراحه انا عايز اسالك سؤال والله، ما يعني انا مثلا صعب جدا. لعيبه كتير من اللي موجوده دلوقتي كانوا بيلعبوا في انديه زي مثلا بتروجيت، طلع الجيش، المقاصه، الشرقيه للدخان يعني، وانت لعبت برضه مرحله في المحله وفي امبي ولعبت الزمالك، في لعيبه سلوكيا بتتغير للاوحش يعني. انت المفروض ما بتروح نادي اكبر مسؤولياتك بتزيد، السبوت عليك بيبقى اقوى، التركيز عليك اقوى، الاعلام معاك اقوى، لا في لعيبه بتتغير، بتحس ان هي يعني انا حسين الشحات في الشرقيه الدخان غير المقصه غير الاهلي، بقى اجريسيف، بقى بيعترض. محمد الشناوي يمكن انت لعبت معاه كتير اعتقد. لعبت مع الكابتن صح الشناوي، ولا لا؟ لعبت ضده. الشناوي كان شخصيه هاديه جدا بعيدا غير عن النادي الاهلي، اتغير سلوكيا الناس تماما. تانية جوه برضه. إيه 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 انت بتشوف ان وجودك في نادي كبير بيقويك؟ ده اكيد وبيحميك؟ اكيد. وانا في نادي، هنا في نادي الزمالك، تفاصيل انا صلاح شخصيتي في الملعب بتبقى اقوى. انا حاسس ان انا ثقتي باسمي والتيشيرت اللي عليا غير. بس ده بيديك الانطباع ان انت تقدر تعترض ومحدش هيوقفك. لا لا لا، تعترض يا كابتن بتخسر. الاعتراض اي حاجه هيبقى ضد المألوف، هيبقى طالع شكله وحش مقزز. ده اكيد. وفي الاخر هيلوم نفسه. ما جالكش الاهلي يا صلاح؟ جالي وانا ماشي من نادي الزمالك. لا يا راجل. كنت اروح اتحاد الشرطه العراقي. ايه؟ الشرطه العراقي. مع الكابتن محمد يوسف. بس كوبري يعني؟ كان في كوبري في الموضوع. بجد والله؟ لا بس انا مختار من ساعتها انبي، ما كنتش انا مختار الطريق انبي. يعني اتقال لك روح من الزمالك على اتحاد الشرطه العراقي مع محمد ست يوسف؟ ست شهور ما كانش فيه غير سعد سمير، محمد نجيب، انا اسف ان بقول اسماء. ومفيش. وكلموك رسمي يعني؟ رسمي. مسؤولين جامدين يعني؟ طبعا. تقدر تقول اسماء ولا؟ لا مش عايز تقول اسماء. لا مش عايز اقول اسماء، بس هما كان قال لك هنجيبك كوبري. مش هنجيبك كوبري، هي اتقالت يا كابتن ان انا هروح الشرطه العراقيه، يعتبر كوبري اصلا. يعني قالوا لك هتروح ست شهور بس تلعب هناك وترجع لنا. ده حقيقي. لا كان والله الكابتن وائل جمعه. ايه؟ كان الكابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه اللي قال لك كده؟ لا والله العظيم. يعني كان ساعتها مدير الكوره؟ كان مدير كوره. يعني ده عادي، الموضوع الكوبري ده عادي. طبيعي، بس انت اختار كل واحد وميوله. بس هم كان الموضوع معروف ان صلاح شويه زملكاوي، حتى في المحاضرات جدا في المحاضرات عندهم وانا في انبي في كذا كذا غلاوي هيغل عليكم في الملعب. هي مش بتحسب كده والله. والله يعني كنت بتعرف كتير. طبعا كان زمالك في الاهلي بيقولوا لك. طبعا يعني. طبعا كان يقولوا لك النهارده المحاضره كانت عليك. طب ما انت فعلا غلاوي وجبت جون دبل كيك اهو. لا ما هي مش الموضوع مش في كده يا كابتن غلاوي. انت بتلعب بقلب. على فكره انت لعبت ضد الزمالك بقلب. ولعبت ضد الزمالك، بس دي انا صاحب مثلا محمد، صاحب شيكا، صاحب كابتن عبد الواحد، صاحب كذا، في مواقف ما بيننا في عيش وملح. ما ينفعش ان انا يبقى وشي كشر في الملعب في زمالك. لكن بتلعب بقوه جامد فاقول له معلش. اكيد طبيعي. بس بلعب انا في نادي انبي، وفي ماتش الزمالك انا مطلع واحده من اصعب كور في تاريخ الكره المصريه من فوق المعصب دماغي في ماتش بتاع الدفاع الجوي. طلعت اصعب كوره في تاريخ الكره المصريه بدماغي من جوه الجون. وانا في انبي عادي. فانا كنت بدي كل حاجه، بس طبيعه رياكشن وشي ماتش مثلا الزمالك غير التاني. طب هسألك سؤال يا صلاح بجد والله، لعبت الايام دي مثلا انت بتاخد مثلا 7 مليون، اتعرض عليك 10 مليون من الاهلي، هل ساعتها انت بتفكر باحساس المشجع؟ يعني انت مثلا تفكر باحساس ان انا لا انا ما ينفعش اروح واخسر جمهور الزمالك وبتاع، ولا خلاص الموضوع ما بقى احتراف يعني؟ يا كابتن هو حتى لو الموضوع احتراف انت تحسب رصيدك في النادي وانتمائك وحبه قد ايه؟ بمعنى
بمعنى انت حضرتك بتقولي ان العقد ب 7 مليون وجالي اوفر ازيد مثلا 3 4 5 مليون تمام، انا حب النادي ورصيدي في النادي عامل ايه؟ الجمهور ايه؟ علاقتي رصيدي عامل ايه بعد كده اما بطل كوره؟ مين هيفتكر الحاجات الكويسه؟ ممكن لما بغير الطريقه واخد هدف تاني وفكر تاني ما تبقاش موفق، خليك في اللي انت يعني حاسس. انت ممكن تكون لعيب كبير قوي وربنا ما يوفقكش؟ ده اكيد يا كابتن، لمواقفك؟ ده مليون المية، ده ربنا، ده هي الدنيا كلها كده. يعني انت شايف ان 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 اللعيب يكسب فلوس مع انتماء؟ ده اكيد هيكسب يا كابتن. ما هو انت في نادي الزمالك اتعصر سنتين ثلاثة، ممكن السنتين الثلاثة اللي بعديهم البطولات ترجع تاني واحسن وتمسك احسن فلوس وتعمل اعلانات ومنتخب، وفجأة تلاقي نفسك من لا شيء زعلان ان عقدك قليل بقيت بتحترف بره. صحيح، مثال زيزو. ناس كتير، زيزو هو زيزو، فتوح لما بدأ، الناس كتير في مصطفى الفرقة محمد. موجود، مصطفى محمد لما انت عارف بدأ مصطفى عقده محمد يقال يا جماعه اكدوا لي ان هو هيروح شيفيلد يونايتد، في كلام انه هيروح كان الدوري الانجليزي. من 3 ايام كنت شفت خبر، ربنا يوفقه كان بيخاف ثروة يلعب عليك مقطع. على فكره. صح، حقيقة شوية هو لان هو كان حبيبي ساعتها لاعب مصطفى. فتره معار لطلائع الجيش وانت كنت بتلعب في انبي. ما هو ده الماتش ده اللي انا اتصبت فيه يا كابتن. الماتش ده هو نازل، كنا نازلين وجعفر موجود، فهو بيهزر كده، وكان جعفر بيتصل بيا احمد بيقول لي جعفر. كان لعب معاه طبعا في الزمالك وانبي، هو في الجيش ساعتها، بيقول لي صلاح يا سليمان انت هتلعب بكره؟ قلت له اكيد ان شاء الله. قال لي خلي بالك مصطفى شويه مقلق، قلت له ما فيش مشكله ان شاء الله ربنا يوفقه. فنازلين مصطفى جه اتكلم معاه بيهزر يا كابتن بالراحه عليا شويه، قلت له روح الناحيه الثانيه على رامي ما تجيش هنا ما تحاولش بس، وربنا يوفقه كان طبعا. الاصابه بتاعتك كان اشتراك مع كريم طارق. كريم طارق لعيب كويس بس كريم مش مؤذي على فكره. كريم مش مؤذي بس شويه الدخله كانت صعبه. الدخله صعبه، كان انت بتحاول تطلعها مثلا هو بيعمل دريبل وهو داخل من الوينج وداخل لجوه، فانا طلعت المكان قبله فقطعت الكوره، هو فراح بيوطي نايم على رجله. معظم وقت لعب كريم موطي. اصح، هو دايما بيعمل كده. موطي فمش شايف، راح مكمل بركبته وانا بقطع الكره برجلي قطع لك والبالانس كله على الشمال، راح على رجلي الشمال ورجلي معلقه ياه. تمام، جيت له جوه قطع جامد، طيب سمعت الصوت، سمعت، فبحاول ان انا ارجع تاني، يعني ارجع رجلي تاني، ده اللي بوظت ركبتي خالص. انا لو نزلت مع الوقعه رباط داخلي وغضروف مثلا 3 4 شهور وارجع العب، يعني دي قوه قعدت فيها سنه مقاومه وشويه. ريكفري حوالي 18 شهر. يا نهار ابيض، يعني سنتين ونص. والكابتن حلمي عايز كنت هلعب، رجعت حوالي ما لعبتش ماتش ودي 18 شهر، سوري، سنه ونص. سنه ونص 18 شهر. حوالي لعبت بعدها ما لعبتش ماتش ودي، اتمرنت 5 ايام واول ماتش ليه اساس حرس الحدود، ومن بعدها ما لعبتش ربع ساعه في 10 دقايق. ما كنتش قادر طبعا. لا انا جالي المصري مع الكابتن ايهاب جلال العب البطوله الافريقيه. لا بس هو موضوع صدامي شويه مع كابتن حلمي طولان. لا طبعا بعيد، مش مع كابتن حلمي. لا مش مع كابتن حلمي طبعا، كان صدام مع الاداره يعني. شويه الاداره والكابتن حلوي مشي مع الموضوع، الكابتن حلمي شويه يعني صلاح. وقررت ساعتها ان انت تبطل كوره. خلاص ما طب حاولتش. واختفيت فين بقى صلاح؟ انت فين دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ شغلانتك ايه؟ شغلانتي شويه انا ككورسات، انا باخد كورس اقتصاد وعلوم سياسيه. ايه ده؟ ايوه كابتن. وعاملين شركه ام اس دي عاملينها بره في جيبوتي وجوهانسبرج، فالحمد لله شويه دي شركه قادر. تسويق؟ تسويق وبزنس في اصناف معينه من حاجات سبلمنتس باور وحاجات تانيه بعيد يعني. وبعدت عن الكوره خالص. طب وما وحشتكش الكوره؟ ما اكيد والله اكيد وحشتني، بس كلعبه تبقى صعبه شويه. راضي طبعا عن اللي انا عملته، حققت بطولتين مع نادي الزمالك كنت مبسوط بيهم في فتره ما كانش في دوريات بتكمل للاخر،
معظم الدوريات اللي هي اتلغت احنا كنا فيها الاول. صحيح. دوري مجزره بورسعيد احنا نادي الزمالك الاول لحد ماتش الاسماعيلي 2-2 لما اتلغى. حققت 2 كاس زي ما قلت حضرتك، والبطوله الافريقيه سنتين دور الثمانيه، شويه توفيق ما كانش معانا. فالحمد لله راضي. هي كانت مرحله صعبه اللي بعد 2011 دي، كانت مرحله صعبه قوي، صعب على الكورة عامة وصعب على البلد كتير. وصعب في كل يعني انتوا جيل اتظلم يعتبر. دلوقتي الجيل شوية محظوظ، من 2014 الدنيا بدأت شوية كفلوس وكاستثمار كأن لعيب الكورة شوية يحس ان عنده حلول ان هو يقدر يتكيف ويتأقلم على حاجات ما كانتش موجودة قبل كده، كسيستم لعب، أدوات، ملاعب، جودة الملاعب، الريكفرنج، حاجات كتير ما كانتش موجودة معاك. لا لا لا، الكلام ده كان قليل قوي يا كابتن خالص. كان الدنيا صعبة قوي زمان. وكانت أعلى عقود أياميكو كانت مليون مثلا ونص مثلا؟ أعلى عقد لا، كان في وصل لا لما لعبت كورة من 2006 كان العقد حوالي 400,000. ده اعلى لعيب في مصر من 2013. اعلى لعيب في مصر كان طبعا كابتن شيكا كان موجود. بس ده كان معمول عشان ممدوح عباس، بس ممدوح عباس كان بيحب شيكا ساعتها فكان عامل له عقد مختلف بصوره كبيره. لكن انا بتكلم على العقود عامه. العقود عامه كان 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه ولا اعلان بتاع طب ايه رايك بقى دلوقتي اللي بقى في 30 مليون و25 مليون وفي 45 مليون في السنه؟ الرزق ما بقى بحاول ان انا ما ده رزق ولا ما هو الرزق بتاع ربنا في النهايه. بس ده صح يعني؟ لا مش صح. انا بقول لحضرتك سيستم ومنظومه اكيد لا غلط. هو كده كده فكر لعيب الكوره المصري عندنا هدفه ما بيجددش فيه. هدفه طبعا طموحه، الطموح بتاعه ما فيش تجديد. انا هل صلاح ممكن تتصدم مثلا؟ انت انا كصلاح انت مثلا كنت تاخد مليون، انتقلت مثلا السنه اللي بعديها للزمالك والاهلي خدت 15 مليون، يجي لك صدمه لو انت مش على حسب انت على حسب تربيتك مثلا، عقليتك تعليمك ايه؟ التعليم يفرق قوي يا كابتن. معظم لعيبه الكوره في التعليم شويه مش بنهتم. يعني التعليم يفرق؟ التعليم يفرق جدا مع لعيبه الكوره في مستقبلك في الكوره. طبعا يا كابتن اساس. والله اساس. هيكون انسان عقلية. سوي. هيكون يعني عقليه. اعتقد ان محمد صلاح نجوميته دي جت من عقليته. صلاح نجوميته من عقليته. عقليته وهدفه. استمراريه. مش بيشبع. صحيح. مش مع حد. مع احترامي مش مركز مع حد، هو طريقه وهدفه. انت لعبت معاه فتره؟ هو اصغر منه، هو 92. ايوه بس لعبت. لعبت مع كابتن صلاح. كنت بتشوفه لعيب عالمي ولا عادي؟ الوقت ده. كان ذكي وسريع. كان الفينش قليل والباور بتاعه كان قليل وتحركات غير. الدنيا اتطورت معاه كتير وده التطوير اللي هو الطبيعي بتاع واحد بيلعب في انجلترا. طور من قدرات العضليه، طور من السرعه. طبعا السرعه ما ينفعش واحد بطيء يبقى سريع، بس انا قصدي ممكن تزود سرعتك. انت سريع جدا بس تزودها اكتر، تنميها اكتر. التحمل، الفينشنج. الفينشنج على فكره تطور بصوره غير طبيعيه. طب ما هو عقليه صلاح مختلفه. هو اللي حضرتك بتحكي فيه كله ده هو بيعمله بسيستم مع ناس دارسه وفاهمه. مين اقرب عقليه لصلاح بتشوفها في العيب في مصر؟ اقرب عقليه لصلاح اشوفها في العيب في مصر؟ اديك مثال. انا شايفه بس ما اعرفش. زيزو. زيزو عقليته طبعا شغال على نفسه وكل سنه بيتطور اكتر. اسلوب لعبه كان بدايه اول سنه لزيزو كان شويه بيهتم ان هو يبقى في الخط والهدف الاساسي ان هو الكروس بس. ما كانش بيعرف يجيب جول. الكروس بس. دلوقتي الفينش، كروس، فاولات، ثقه، بلاي ميكر في كل المكان، حطه وتبقى مطمن. شايفه ان ده اكبر عليه؟ اقرب عليه؟ اقرب عليه بس لازم يطلع. يعني كان من بدري عشان تساعده. خلاص بقى. يعني كان من بدري. هو طلع من بدري على فكره. الزمالك كان جايبه اساسا من 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 البرتغال. تمام. كان قبليها في بلجيكا. ممكن ما يكونش موفق او الفتره اللي هي اللي هو فيها كان محترف. عقليته ما كانش بالفكر ده، سنه كان اقل شويه. ما كانش. طب اقول لك حاجه. امام عاشور يمتلك كل مقومات اللعيب، السرعه، القوه، بيلعب في اكثر من مكان، شويط برجليه الاثنين،
سريع، تفتكر عقليته هتأثر على مشواره؟ ده مليون في المية. مليون في المية. ما هي مقصرة من بدري، هي باين على لعبه يعني من قبل ما يمشي من عندنا ويسافر بره، ان هو مش باين على لعبه كابتن. احنا بتوع كوره، هو مش حابب، نازل الملعب قرفان خمس ماتشات قبل ما يسافر او خلاص ياخد القرار. كان شويه احنا كلاعيبه نشوف، لا مش امام، مش بيجز الكره تضيع منه، لا عادي مفيش مشكله. عندك التالنت وعندك حاجات كتير كويسه، بس عقليتك اللي انت خلاص اخدت قرار وانت بتاخد عقد وبتاكل، انا ماضي على عقد وبتاكل عيش من المكان ده. وانا من جوايا جوا قلبي نيتي، الاعمال بتاع ربنا عشان التوفيق، نيتي من جوايا في غدر. طب ما انا ماشي اوكي، ربنا يديك يديك يديك، وبعد كده بيوديك في مكان صعب. صحيح. طب نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن صلاح سليماني، وما نرجع نتكلم على الزمالك والبطوله العربيه وتوقعاته للفريق المشارك بدون اي صفقه جديده حتى الان. يلا بينا. رساله دعم للاعبي نادي الزمالك قبل انطلاق البطوله العربيه طبعا. هو الحقيقه بعد ما شفنا رابطه مشجعين الزمالك في السعوديه، الواحد يعني كنت سعيد جدا جدا ان الزمالك، طبعا الزمالك معروف لنا من زمان جدا ان هو شعبيته في الخليج والدول العربيه اكتر من اي نادي في مصر. فانا بقول لهم الجماهير اللي هناك دي مستنياكم اكتر من الجماهير بتاعه القاهره، فشد حيلكم كده وشرفوا ناديكم وشرفوا بلدكم، والعين عليكم كتير دلوقتي في البطوله دي، وان شاء الله موفقين وتعاونوا مع بعض وهتكسبوا ان شاء الله. لعيبه كبار لعيبه كويسين، وان شاء الله يشرفونا في البطوله العربيه، ومع الاعارات اللي رجعت ان شاء الله ولاعيبه محترمه، وهتعمل ان شاء الله فريق كبير باذن الله يرجعوا بالبطوله. اقول لهم الدعم من لينا، انتوا هتدعمونا لما هتكسبوا، هتدعمونا، هتدعموا كل اعضاء نادي الزمالك، كل جماهير نادي الزمالك اللي بالملايين، الاداره الوفيه اللي في ظهركم اللي سانداكم، اثبتوا ان انتوا قد ده وزياده كمان. عايز ان هم لعيبه كبيره، لعيبه عريقه، وبيلعبوا باسم كبير زي اسم نادي الزمالك، محتاجين يبذلوا كل مجهودهم عشان يحافظوا على تاريخ واسم نادي الزمالك، بس ربنا وفقهم في الجاي يعني. انا بقول لكل لعيب الزمالك، افتكر انك مش بتمثل الزمالك فقط دلوقتي، انت بتمثل مصر، فلو انت افتكرت ده غالبا هتلاقي نفسك معنوياتك عليت، وانسى كل المشاكل وانسى كل حاجه، وركز في انك تعمل اداء كويس بغض النظر عن النتيجه، المهم الشكل يكون كويس والاداء يكون كويس، ويكون في خطه بتتنفس في الملعب يعني. ودايما دايما افتكر ان انت عايز تفرح جمهور مصر كله، مش جمهور نادي الزمالك بس. لا، ربنا معاهم ان شاء الله باذن الله، بس هما بس اهم حاجه بس الثقه في نفسهم تزيد، وان شاء الله باذن الله يبقى في تعويض عن الموسم اللي فات، ويبقى سبحان الله ممكن يكون ربنا بعته البطوله ديت على اساس انها ايه، تكون خير تعويض للجماهير عن الايه، عن الموسم اللي فات. بس هي اهم حاجه بس كده، ان احنا بس نثق في نفسنا، وان شاء الله باذن الله يكون في خير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نادي الزمالك نادي كبير بلعبته وسيادة المستشار والناس المحترمه كلها. طبعا مش محتاج اقول لهم ان انتوا ابطال، انتوا بقالكم سنتين ابطال مصر سواء دوري او كاس، عاوزينكم ترفعوا اسم مصر اولا طبعا، واسم الزمالك طبعا. يعني احنا كجماهير زمالك وكعشاق للنادي دوت، احنا محتاجين نفرح، ده اللي انا اقدر اقوله. باذن الله ان شاء الله يفرحونا باذن الله، ويقدموا اداء كويس باذن الله ان شاء الله. بالنسبه لعوده اللاعبين المعارضين، شايف ان شاء الله يكون في اضافه باذن الله؟ باذن الله، يعني خصوصا ان في فيهم بعض اللاعبين في مراكز احنا كنا محتاجينها، يعني مثلا زي اوباما طبعا، برده في طبعا بنتكلم برده في بالنسبه لخط الوسط في حمدي علي كويس جدا، برده احنا كنا محتاجين المركز ده كويس، ففي بعض المراكز ده احنا كنا محتاجينها، والحمد لله برده لغايه برده ان شاء الله مندعم تاني، بس هم ان شاء الله باذن الله يادوا المطلوب منهم باذن الله. رجعنا لكم مره اخرى. النهارده الزمالك بيتدرب اولى تدريباته في الطائف السعوديه استدادا للبطوله العربيه، واللي هيشارك فيها في مجموعه بتضم اتحاد المنستيري، الشباب السعودي، والنصر السعودي. وانت شايف الشباب والنصر، كميه اللعيبه اللي جايه محترفه على مستوى عالمي، منهم اشهرهم طبعا كريستيانو رونالدو. والزمالك ما جابش ولا صفقه جديده حتى الان. الزمالك اخر الماتشات يعني في نوع من التطور في المستوى مع مستر اوزوريو، كان الصدمه الكبرى بس في مباراه النادي الاهلي خصوصا في الشوط الاول. موسم سيء للزمالك بلا بطولات،
مشاكل رحيل امام عاشور للاهلي، يعني شايف الجو ازاي وشايف فرص الزمالك عامله ازاي الفتره اللي جايه مع اوزوريو ومع اللعيبه الموجوده؟ هو طبعا يا كابتن زي ما حضرتك بتقول ان السنه فيها مشاكل كتير قوي، مش من بدايه امام، من بدايه تسجيل لعيبه وحاجات كتير قوي، حجز على الفلوس وحجز على الفلوس من بدايات كلاعيبه شويه ممكن اللاعب لازم يشيل مسؤوليه فعلا بنسبه كبيره طبعا يا كابتن. بس لازم يشيل انت ما مسؤولية. بتحط حتى لو انا مش موفق اشيل مسؤوليه ان في فتره معينه ان انا ابقى خسران كل حاجه، بس لو احنا كلنا على قلب بعض ونحاول ان احنا نلم بعض هتلاقي نفسك بتتفاجئ بتعمل حاجه ربنا انتوا كمجموعه. في ناس كابتني لما بتحس ان الدنيا باظت اللي بيمسك حطك عارف اللي بيمسك داره يحاول شويه ما يبقاش محطوط في الكادر، اهم حاجه ان هو ما يطلعش على السوشيال ميديا ان الشخص ده مش كويس، لا بالعكس. يعني انت ممكن ما تبقاش كويس في قدام الناس وان الموقف صعب ومستوى اللعيبه وحش صحيح، بس قدام لو احنا مع بعض كويسين ومجمعين لا تعمل حاجه ربنا هيوفقك بحاجه هيكافئك بحاجه. فهم كان قدامهم شويه حضرتك زي ما بتقول ان الصفقات لسه ما تم الصفقات، حتى لو الصفقات جت يا كابتن هتتاقلم امتى؟ يعني صح. هتبقى صعبه شويه يعني ان انت تدخل حد دلوقتي، الاصح ان انت بتدخل الشخص اللعيبه اللي موجوده اللي هي ما شويه هتتحط في موقف صعب وموجودين بقالهم فتره سنه في النادي حتى في شويه خمس ست لعيبه الجمهور ممكن ما يبقاش راضي عن اللعيبه دي، فلما يتحط في موقف صعب زي ده يبقى رزقهم وموفقين، فبتمنى ده. وطبعا زي ما حضرتك بتقول ان النصر والفرق والتدعيم اللي في السعوديه شويه طبعا بتبقى الامره تبقى صعبه وهيبه، بس في 11 راجل و11 راجل اللي انت تتعود ان انت تعمله حتى صدق نفسك انت من جواك، صدق نفسك مش كلام اللي هو صلاح قاعد هنا على الكرسي بيتكلم ومستسهل امور، لا صدق نفسك والعب بقلب حتى لو هو اجمد منك قلبك هيدار على تفاصيل كتير. برافو عليك صح، وخصوصا كمان يا صلاح اما بتكون بتلعب في الدوري بلا دوافع غير اما تلعب في بطوله عربيه بدوافع دوافع انت تخيل انت مثلا بتلعب في بطوله عربيه، بتلعب في ملعب عالمي، بتلعب في جمهور مالي الملعب، بتلعب في تسليط اضواء في بطوله مذاعه على كل الوطن العربي، بتلعب في اجواء مختلفه ودوافع رهيبه، فرصه زي ما حضرتك بتقول يا كابتني ان انت تطلع احلى حاجه. صحيح. يعني خدها من منظور شويه انت بتحب النادي وبتحب كل تفاصيل في النادي، حب نفسك، يعني انت لو حبيت نفسك كلاعب هتلاقي حاجات كتير في حياتك بتتغير، هتهتم بتفاصيل كتير في حياتك، هتبقى كلاعب كوره شويه كابتني مميز. يعني لما تحب نفسك عايز كل حاجه ان انا اعمل احلى حاجه. مش معنى بقى زي ما انا اتكلمت مع حضرتك في الاول الشعارات والبوس والكلام ده بيقلل، لا انا عايزك تحب نفسك انت وتشتغل وكده كده انت منظومه، انت تبص الفانيلا وتطلع تنزل في الملعب تبقى زي النيله، انت موجود في النادي خلاص انت ترس، انا مش مستني منك ان انت تبص الفانيلا او تجري على الجمهور، لا خلاص انت شغلك تعمله وفي الاخر ربك بيوفقك. طبعا الدوافع زي ما حضرتك قلت ارجع ليها، دوافع كبيره، ملاعب، ماتش، جمهور، بطوله، حافز، اقيس نفسي كلاعبه منتخبات من النادي عندنا، انت بتعرض نفسك كلاعب ان انا لعيب الزمالك. ايوه ما انا بقول له حب نفسك، هو ما يعرض نفسه في بطوله زي ده كابتن، وهو حب نفسه ان هو يشتغل على نفسه يعرض نفسه، ده هيبقى له تاثير على النادي وكسيستم كل اللعيبه والتيم، وهو بيقيس. يعني في حوالي 5 6 7 من نادينا موجود في المنتخب، فانت قيس برضه ان اللعيبه دي لعيبه اوروبيه، حاول تشوف انت فين، يعني الناس دي بتعمل ايه، تعلم، انت بتلعب ضد كريستيانو، بص اتفرج، بص ايه يعني المختلف. هسألك سؤال، يعني انت عارف السوشيال ميديا عندنا، فناس مثلا تقعد تتريق يقول لك حسام عبد المجيد هيلعب على كريستيانو، محمد عبد الغني هيلعب كريستيانو، كريستيانو عنده 37 38 سنه،
صلاح سليمان لو بتلعب على كريستيانو وانت قلب دفاع، بتشوف لعبك على لاعب افضل لاعب في العالم حتى لو في سن كبير يخوفك يقلقك ولا يديك حافز؟ طبيعي كابتن هيقلقك لفتره معينه قبل الماتش. قبل الماتش؟ قبل الماتش. انت ستارت الماتش وخلاص اتهيأت ان انت دخلت الماتش، هو كاسم كبير لو انا ركزت معاه خلاص انا بره الماتش خالص. لو ركزت معاه وتفاصيل ركزت اسمه كبير اسم كريستيانو رونالدو ركزت معاه مش هبقى موجود. شويه اهتميت واهتميت بشغل وشويه قربت الكابتن خالد يبقى جنبي ولاعب هنا كذا، نحاول ان احنا نبقى مجموعه ومن جوانا نصدق نفسنا هنوقف. هنوقف، ما هو مش شرط صلاح هو اللي يروح على كريستيانو لوحده. احنا كتيم منظومه، صلاح مش فريق، ده فريق جماعي يعني مش منظومه مش فردية. هنادي على مثلا حد ارجع كذا، ارجع هنا دافع، طب غطي ورايا، طب كذا، هتبقى نروح منظومه يعني. نروح مع بعض موقف سيتويشن، هيشوفك واحد ضد واحد ثلاث مرات. هيجي لك كم مره في الماتش؟ صحيح. واحد على واحد قليل. وطبعا بالنسبه للمنظومه بتاعت كابتن اسوريو كلاعب كوره السيستم كويس قوي كابتني، بس عايز تحفيز. صح. تحفيز من بدايه يعني، عايز وقت يعني من بدايه، تحفيز كتير، تحفيز كتير، واللعيبه يعني لحد ما اللعيبه حاسسهم فرحانين كلاعب، فرحانه في الملعب. قبل ماتش الاهلي الماتشات اللي بيلعبوها في راحه، بيلعبوا كوره. هو الغلط كان في الشوط الاولاني في ماتش الاهلي، بس حتى الشوط الثاني الوضع اختلف شويه لما لعب بطريقه مختلفه. هي كانت تتحل يا كابتني او لحد ما شويه، ان ممكن زيزو يبقى فتوح يبقى شمال وقدامه ابراهيم نضاي عادي وكان حد يتحط في نص الملعب. طيب. ميد فيلد ولا حاجه كده. طبعا الزمالك شغال على فكره دفع الفلوس ان شاء الله بتاعت خلال بكره عشان يبتدي يقيد اللعيبه، حتى المعاره اللي رجعت اللي ممكن تلعب زي اوباما، حمدي علاء، لان محمود علاء مصاب، في بعض اللعيبه برضو ما انضمتش. لكن انت شايف صح مليون في الميه ان ناس كان زملكاويه شايفين، تعرف ان باب القيد هيفتح يوم 27 مثلا تقريبا او 26 بالليل خالص، الساعه 12 بالليل يعني هيبتدي فتح باب القيد، يعني تقدر تحط لعيبتك على السيستم. لكن مش سهل ان لعيبه جديده تيجي تلعب ثلاث ماتشات في اسبوع هي ما اتمرنتش ولا صح ولا انا غلطان؟ صعب جدا يا كابتني، حتى لو انت جايب اسم كبير. صح. يعني حتى لو انت جايب اسم كبير ان هو يتحط في المجموعه عشان يتاقلم ياخد فتره يعني. ياخد فتره يعني مش اقل من شهر يبقى موجود في المجموعه ويحس باللعيبه ويفهم شخصيه اللعيبه بعيد عن الكوره. يعني انا طب عايز اسالك سؤال، اللعيبه اللي موجوده انت ايه رايك فيها؟ يعني في لعيبه جت ما اثبتتش ذاتها قوي ثم بداوا الناس تحس بيهم، يعني مثلا زي عمرو السيسي، زي مصطفى شلبي ربنا يشفيه يعني وهو عنده كسر دلوقتي. يعني في لعيبه انت لعبت معاهم ضدهم كمان. تمام. زي يعني في لعيبه عمر جابر، الزناري، مصطفى الزناري لعبت معاه؟ الزناري لعيب كويس جدا بجد والله، مش محظوظ وجا برضه في فتره صعبه، لكن هو انما كمساك لعب جامد، لعب كويس جدا يا كابتني. انت لعبت ضده ولا لعبت ضده؟ ولعب معانا في المنتخب العسكري برضه، جه معانا. لا لعب محترم، لعب كويس. لعب كويس يعني، اللي بيقدمه ده مش مستواه، كان شويه اصابه ومن بعد شويه الظروف اللي هو كان اتحط فيها ماتشات، غلط كام غلطه. طب عمرو السيسي، عمر جابر السيسي بدا برضو مع اسوريو المكنه تشتغل، وعمر نفس الكلام، عمر كويس في ثلاثة كابتن، يعني هو في نص الملعب يلعب ثلاثة يعملها كويس جدا احسن من اسوريو بكتير. صح، وانا حسيت كده، حطه في نص الملعب هيدافع وهيهاجم، هيقرب للجون وهيدافع معاه كورة. لانه بدنيا وعنده سرعه، تيمبو شغال ان شاء الله. ابراهيم انضاي كمان، ابراهيم انضاي نفس الريتم، في ياخد لاين اكتر، كان لاعب فتره في وادي دجله فاكر انت؟ ابراهيم انضاي كان محترم. محترم وهو بيبدا، رجع برضه واحده واحده. خمس ست ماتشات بقى كويس قوي، بدا كان صعب. الزمالك يعني مع عوده اللعيبه المعاره ورحيل مثلا اثنين اجانب زي احمد بالحاجة طبعا هيرجع اسوان،
سامسون وكده ومجيء اتنين لعيبه اجانب، الزمالك يقف على رجليه بقوه؟ يعني صفقات قليله توقف الزمالك على رجليه باللعيبه اللي موجوده؟ باللعيبه اللي موجوده صفقتين ثلاثه ممكن كابتني، بس اللعيبه دي تاخد كتير، تاخد ثقه. انا قصدك إن انت تشتغل على اللعيبه الموجوده اللي موجوده هي اللي توقفك على رجليك بجانب اتنين ثلاثه، بجانب الثلاثه العدد القليل. يعني مش 10 لعيبه، يعني اللعيبه دي لعيبه كويسه كابتني. شويه مش هو موسم سيء ومعظمهم صغير، وعقله مع الضغط مع الجمهور مع النتائج خسران كل مستواه، واللعب الكره شويه ثقه اللعبة دي في انديتها بتكسر الدنيا. مثال مصطفى شلبي، بدايته في النادي كانت وحشه، بعد خمس ست سبع ماتشات كابتن كان هو نجم الفرقه، هو المفتاح بتاع الفرقه. صحيح. خلاص اشتغل، المكنه بدات تشتغل. شويه السيسي، الزناري، ابراهيم انضاي، الناس دي تاخد وقت، تاخد مش سهل كابتن ان هو يتاقلم. والظروف زي ما قلت حضرتك انت، النادي كان في مشاكل كتير، ضغط من كل الاتجاهات. صحيح. فكلاعب كوره، عزل رئيس النادي، كتير حجز كتير تفاصيل كتير، قفل القيد. انا كلاعب كوره، ما انا برضو ترس موجود، رئيس النادي هو كل حاجه في النادي، لما يكون متاثر يقول لك لا انت حاول تفصل. هفصل ازاي؟ صحيح. انا كلاعب كوره هفصل ازاي؟ مين مثلا هيبقى بيديك حوافز؟ هو بعيد عن لعيب، بعيد عن فرقه الكوره، ان هو يحفز الانسان كلاعب كوره، ان هو معنويا، ان رئيس ناديه انا ابقى مطمن، رئيس ناديه يبقى مثلا بيدعمني، بيبارك لي في كل ماتش، معايا في الماتش، هو اللي بيجيب لي الفلوس، بيحاول يخلص لي فلوسي، التفاصيل دي كلها بتديني ثقه. صحيح. اكيد. صلاح نورتني وشرفتني، ودايما كده نشوفك قريب في قناه الزمالك، ده بيتك يعني. ده انا مبسوط طبعا يا كابتن خالد، وشرف لي ان انا اكون موجود في القناه، وزي ما حضرتك بتقول ده بيتي، وطبعا مبسوط جدا ان حضرتك خليتني ان انا ابقى موجود في قناه الزمالك وابقى موجود حبيبي. ده بيتك بجد، متشكر لحضرتك، وان شاء الله باذن الله ابقى ارجع تاني في الفتره الجايه، احاول ان انا ابقى قريب للكوره تاني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك كابتن صلاح سليمان، شكرا جزيلا لوجودك. تعال نطلع لفاصل، نستقبل بعديها الصحفيين المحترمين الاستاذ منتصر الرفاعي والاستاذ محمد نبيل والاستاذ ايهاب الفولي، صح كده يا جماعه؟ ايوه. طيب انا قلت ساعه يا جماعه، في ايه؟ يلا نطلع يلا نطلع ونستقبل اصدقائنا الاعزاء الصحفيين المحترمين بعد الفاصل.